اليوم ترى نفقد وظائف ولكن هنالك وظائف جديدة تستحدث. نعم صحيح. العالم مع التغيير اليوم، أول ما اخترعت الآلة البخارية وايد ناس خسروا وظائفهم، ولكن استحدثت لهم وظائف جديدة أخرى. وهذا تغير التطور. العالم. نعم. اللي أنا بس ودي أقوله وودي أوجهه كرسالة اليوم لأخواننا المسؤولين، سواء مدراء المؤسسات، سواء مسؤولي موارد البشرية، مسؤولي الجامعات، صانعي المناهج، صانعي المواد التدريبية والتعليمية في الجامعات، اليوم عليكم أمانة وايد كبيرة. استشرفوا المستقبل، لا تدرسون عيالنا شيء بعد 4 سنوات راح يخسرون في كل اللي درسوه لأن العالم تغير. استشراف المستقبل وايد مهم. نعم. من أجل رسالة عظيمة. وايد مهم. نعم. أن إحنا نقرب اليوم مؤسسات التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي على أساس أن إحنا اليوم نتقارب. نعم. صحيح. ونقرب. صحيح. الأسواق ونقرب المؤسسات من خلال مجالس معينة. هي مرحلة انتقالية. نعم. سيكون هنا ثم ينتقل إلى المرحلة الجامعية. اليوم الموظف اللي عندك اللي هو توه متوظف، استثمر فيه، هذا ولد بلادك. نعم. لمتى تبتم على كرسيك؟ ترى لا شيء يبقى إلا الكرسي، الكرسي يبقى ولكن من عليه يتغير. أحسن حقيقة طبعا. هذه أحسن. فاليوم صحيح. أنا لابد إيمانا بهذه المسؤولية، لابد أن تبتدي تطور موظفينك. نعم. تطور عيالك، أخوانك الصغار اللي هم توهم بادين، لأن هذين هم من راح ينفعونك يوم بتجلس أنت في كرسي التقاعد، تبحث عن الراحة، تبحث عن الاهتمام، تبحث صحيح. عن الاحتواء. صحيح.